يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة إلى الولايات المتحدة اليوم، يتوقع أن تركز على مناقشة المفاوضات بين القوى الغربية وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد أعلن أنه لن يستقبل نتنياهو خلال الزيارة، ورد سبب ذلك إلى أن الزيارة تأتي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة في إسرائيل.